قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف لحبيب الجملي تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس قيس سعيد من دون أن يعلن عن قائمة الوزراء، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من تكليفه بمهمة تأليفها. على القائمة أنا سلمتها للسيد رئيس الجمهورية اللي هو باش يتولى إحالتها بمقتضيات الدستور إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، وان شاء الله غدوه المفروض تكون عندكم القائمه ان شاء الله. اقول لكم بكل وضوح يعني بقي ملتزم بالدستور، انا اقدم الاعضاء وهو يحيلها الى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، وليس له تدخل في اي اسم ولا في اي موقع الا في وزارتي الدفاع والخارجيه. تبادلنا الراي واتفقنا على وزير الدفاع ووزير. وقال الجملي إن أولويات حكومته ستكون بالأساس اقتصادية ومالية، وما يهم الشعب على غرار مكافحة الفقر والفساد. أولويات الحكومة معلومة، بالأساس اقتصادية ومالية، وكذلك هناك أولويات أخرى زاد هامة ينتظرها الشعب التونسي مثل مقاومة الفقر اللي هو أصبح يعني يقلق ويؤثر في فئات عريضة من الشعب التونسي، ومقاومة الفساد، وطبعا من غير ما نغفلوا ان الجانب الامني انه دائما يبقى من اولويات البلاد في هذا. واكد الجملي ان المشهد السياسي الحالي في تونس لا يسمح بتشكيل حكومه ائتلافيه حزبيه، معتبرا ان تشكيل حكومه من المستقلين هو الخيار الافضل في هذه المرحله، كما شكر حركه النهضه على التنازلات التي قدمتها من اجل تشكيل الحكومه. حبيت نحيي ايضا كل الاحزاب وبالأخص حزب حركة النهضة، لأنه حزب شارك في الحكم منذ الثورة إلى الآن باستمرار، وقدم يعني موافقة على الشروط ولا بالأحرى المؤشرات اللي أنا ضبطها لتحقيق عنصر الاستقلالية، وهذا ليس من السهل، وأنا أقدر هذا في الحزب وفي كل الأحزاب الأخرى خاصة قائده الأستاذ الغنوشي اللي قبل هذا العنصر، وذلك من أجل مصلحة تونس، من أجل مصلحة الوطن، من أجل خدمة تونس. وللمزيد انضم إلينا من تونس حمدي زواري عضو لجنة السياسات في مجلس شورى حركة النهضة، أهلا وسهلا بك. بداية، لماذا لم يتم الإعلان اليوم عن التشكيلة الحكومية، وهل الطريق معبدة لمنحها الثقة؟ اهلا وسهلا، مرحبا بكم وبمشاهدي التلفزيون العربي. اليوم وقعت الندوه الصحفيه المنتظره من قبل السيد رئيس الحكومه المكلف سيد الحبيب الجملي، وبالنسبه لنا وبالنسبه للتونسيين يعني المسار تشكيل الحكومه هو في نهايته، يعني إن شاء الله ما ننتظره هو تحديد جلسة لمجلس نواب الشعب لتعرض التشكيلة وتنال الثقة. طيب، هي حكومة كفاءات طبعا مر المسار هذا. نعم سيد حمدي، هي حكومة كفاءات كما قال الجملي. نعم. والوضع لا يحتمل تشكيلة حكومية ائتلافية وزارية على حد قولها أيضا، ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ هل هذا يعني أن الحكومة الجديدة خارج أي معادلة أو مرجعية سياسية؟ نعم، هذا تبعتموه يعني منذ أن أعلن، منذ أن فشل التفاوض مع الحزب التيار الديمقراطي وحزب حركة الشعب وحزب تحيا تونس. يعني تعلمون أنه كان هناك أمل أنه تتشكل حكومة بنفس ثوري وتتشكل من أهم الأحزاب التي فازت في الانتخابات والتي هي من أفرزت الثورة، ولكن للأسف لم يتم هذا، وهذا كان يعني بالنسبة لحركة النهضة وبالنسبة للسيد الحبيب الجملي كانت فرصة ضائعة. طيب، وكان وقتا ضائعا أمام هذا. نحن للأسف أمام خيار مر، أقول خيار مر، حتى حركة النهضة يعني لم تكن موافقة على هذا الخيار، باعتبار أنه حركة النهضة تؤمن أنه الأحزاب جعلت لتحكم، وأن حركة النهضة انتخبها الشعب
كي تقدم أفضل ما عندها سواء كان مستقلا وغير مستقل. يعني هذا التوجه العام للحركة، هو أن تكون حكومة سياسية. طب يعني هل نفهم من كلامك متكونة من كفاءات حزبية وغير حزبية؟ يعني كأنه حركة النهضة ربما أرغمت أو أجبرت على الموافقة، يعني حتى ولو كان ذلك طوعيا، هل نفهم من كلامك أن حركة النهضة لا توافق على هذه التشكيلة في هذه المرحلة؟ لا، في هذه المرحلة طبعا توافق. معناها ما كان للسيد الحبيب الجملي أن يعقد الندوة الصحفية وأن يقدم التشكيلة للسيد رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة حركة النهضة. ولكن نريد التذكير أن حركة النهضة تنازلت مرة أخرى أمام صعوبة معناها انعقاد تشكيلة يعني تضم الأحزاب الأساسية التي فازت في الانتخابات والتي ذات نفس ثوري. يعني ما كان من هناك، ليس هناك حل آخر. طيب تنازلت، ليس هناك حل آخر. ورغم أنه السيد الحبيب الجملي، نعم سيد حمدي، يعني تنازلت، يعني أنه سيد الحبيب الجملي، نعم تنازلت، ولكن تنازلت بمرارة، يعني كما أفهم من تنازلت بمرارة. ما هي حسابات حركة النهضة في هذه المرحلة لتبني ربما مشروعها أو مشوارها السياسي المستقبلي على ما سيعتمد أمام هذه المعطيات الراهنة؟ هو تفهم لموقف رئيس الحكومة المكلف. الحقيقة يعني حكومة مستقلة غير متحزبة، ليس هذا توجه حركة النهضة، ولكن هذا الموقف الذي اتخذه رئيس الحكومة بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب. نحن نتفهم هذا الموقف، ليس هذا الموقف ليس هو أصيلا عندنا. الأصلي عندنا هو أن تكون حكومة من كفاءات سياسية متحزبة وغير متحزبة، ولكننا تفهمنا موقف السيد الحبيب الجملي باعتبار صعوبة يعني التفاهمات، صعوبة عقد تفاهمات بين الأحزاب، وكل الأحزاب ويعني بعض الأحزاب ترفض معناها وجود أحزاب أخرى، حتى حركة النهضة. طيب ذكروا مليح سيد حمدي، يعني تتفهمون موقف آل الشمسي، تمسكت بموقفها أنها لن تتحالف مع قيادات من أحزاب من حزب قلب تونس. حركة النهضة تتفهم موقف الجملي، هل هذا يعني أن حركة النهضة ربما ستنكفئ سياسيا؟ هل ينطوي عن هذا الموقف انحسار حركة النهضة، انحسار دورها في المشهد السياسي المستقبلي في تونس؟ لا، ليس هذا، ولكن حركة النهضة هي الآن ترأس لكن لماذا يسمى تنازل؟ وهي من اختارت السيد الحبيب إن لم تنسحب ولو نوعا ما من المشهد السياسي. لا، هذا تفهم لصعوبة تشكيل الحكومة من الأحزاب، ولكن الحكومة الآن هي مشكلة من شخصيات من كفاءات اقترحتها الأحزاب. يعني ليست يعني بمنأى، أو ليست هي بالرغم عن إرادة الأحزاب، لأنه في الأخير هي ستنال الثقة من الكتل الحزبية في البرلمان. بالتالي هناك توافق أو هناك يعني كفاءات قدمتها الأحزاب، وهي كفاءات مستقلة غير متحزبة قدمتها الأحزاب، واختار السيد الحبيب الجملي من بينها من يراه مناسبا للموقع الوزاري والموقع الحكومي. ويعني الآن نحن في آخر هذا المسار الذي مر بصعوبات جمة نتفهمها جميعا، وما يعني نصب إليه أن تتكون حكومة يعني تنوء يعني تحمل هموم التونسيين وتنجز وتهتم بأولويات التوانسة من مكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد يعني وغيره. بكلمة يعني واحدة، هذا هو لو سمحت لي سيد حمدي، حتى تتكون يعني تتضح حكومة الصورة أسرع وقت. وبكلمة واحدة لأنه أدركنا الوقت، يعني حكومة كفاءات ولكن مسنودة بدعم سياسي، هذا ما أفهمه منك. يعني هؤلاء يعني المستقلون مدعومون من رجال سياسيين، هذا ما يفهم؟ الكفاءات المستقلة هي مقترحة من الأحزاب، يعني من سنوافق عليها في البرلمان هم الأحزاب، هم مكلف الأحزاب. يعني ليست يعني خارجة عن رضا الأحزاب أو عن، ولكنها كفاءات
غير متحزبة، مستقلة تماما، ليست قيادات حزبية يعني في الحزب. نعم، شكرا جزيلا لك. من تونس حمدي سواري، عضو لجنة السياسات في مجلس شورى حركة النهضة.